وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. هذا الحديث يدل على تحريم أخذ عوض الجاه، أخذ عوض الشفاعة. إذا كانت لديك وساطة، لديك وساطة أو لديك جاه عند حاكم أو عند غيره، فطلب منك أحد أن تشفع له من أجل قضاء وطر من أوطاره وحاجة من حوائجه، فهل يجوز لك أن تأخذ مقابل تلك الشفاعة؟ لا يجوز ذلك. فعوض الجاه وجعل الشفاعة لا يجوز أخذه، محرم. الضمان وعوض الجاه، عوض الضمان، الضمان مثلا إذا كنت أنا مثلا هنا مثلا معروف في هذه المنطقة، وجاء شخص مثلا غريب فضمنت عليه عند الدكان حتى يسلفه بعض المال، فهذا الضمان أيضا لا يجوز أن أخذه مقابله عوض. كذلك أيضا عوض الجاه معناه أن تكون مثلا شفاعتك بعوض، فهذا لا يجوز. ورحم الله الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: وأد زكاة الجاه واعلم بأنها كمثل زكاة المال تم نصابها. فأنت حينما تشفع لزيد أو لعمر من أجل قضاء حاجة من حوائجه أو لأجل تيسير أمر من أموره، فأنت هنا لا تفعل له شيئا تستحق عليه المكافأة المادية، وإنما يدعو لك. وهذه الشفاعة هي زكاة للجاه الذي أعطاك الله عز وجل، وللقبول الذي أعطاك الله عز وجل، وكذلك أيضا الضمان. فهذا الحديث فيه تحريم أخذ الأجرة على الشفاعة، ولذلك يقول: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. الشارح هنا يقول: فيه دليل على تحريم الهدية في مقابل الشفاعة، وظاهره سواء كان قاصدا لذلك عند الشفاعة أو غير قاصد، وتسميته ربا من باب الاستعارة للتشبيه بينهما، وذلك لأن الربا هو الزيادة في المال من الغير. ولعل المراد إذا كانت الشفاعة في واجب كالشفاعة عند السلطان في إنقاذ المظلوم من يد الظالم، أو كانت في محظور كالشفاعة عنده في تولية ظالم على الرعية فإنها من الأولى. وعن عبد الله بن عمرو رضي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، بسم الله، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية، وفي رواية والرائش. هذا الحديث عظيم، وهو في مسألة أيضا من مسائل المعاملات المنهي عنها، وهي الرشوة. الرشوة بالتثليث، الرشوة والرشوة والرشوة، هي المال الذي يدفع للحاكم من أجل إحقاق باطل أو إبطال حق. وركزوا معي في هذا التعريف، لأن كثير من الناس يسمي ما ليس رشوة رشوة،
فانتبهوا إلى هذا التعريف. الرشوة هي دفع مال لحاكم لإحقاق باطل أو إبطال حق. أنا مثلا أطالب الأستاذ أحمد بدين ورافعته إلى القاضي، فهو جاء إلى القاضي وقال له أحكم ببراءتي وسأعطيك نص المبلغ أو ثلث المبلغ، وهو يعرف أني أطالبه، فهذا هنا دفع المال من أجل إيش؟ من أجل إبطال حقي، من أجل إبطال حقي أنا. ولا أنا ما أطالبه بشيء ورفعت عليه دعوى عند القاضي وقلت للقاضي إذا استخلصت لي منه الفلوس التي أدعيها عليه ظلما فسأعطيك نصها أعطيك ربعها، فهذا هنا دفعت جزءا من المال، دفعت مالا لإحقاق باطل، فهذا أيضا رشوة. هذه هي الرشوة، تكون في دفع المال لإبطال حق أو لإحقاق باطل. هذه الرشوة نسأل الله السلامة العافية سبب للعن الراشي أي المعطي للرشوة والمرتشي الآخذ لهذه الرشوة، فكلاهما ملعون. واللعن نسأل الله السلامة العافية هو الطرد من رحمة الله عز وجل، فهو مطرود من رحمة الله عز وجل. وطبعا الرشوة من الكبائر، الرشوة من الكبائر. الشارح هنا يقول أفاد لعن من ذكر لأجل المال الذي يشبه الربا كذلك أخذها، والأصناف كثيرة تزيد على 20، وفيه لا يكون رشوة قال والراشي هو الذي يبذل المال ليتوصل إلى الباطل مأخوذ، نعم إلى الباطل. طيب إذن هذا هو تعريف الرشوة، رشوة هي مال يبذل للتوصل إلى أمر باطل مأخوذ من الرشاء وهو الحبل الذي يتوصل به إلى الماء في البئر، فعلى هذا بذل المال للتوصل إلى الحق لا يكون رشوتان، والمرتشي آخذ الرشوة. نعم، فإذا هذا مهم عندي جدا أن تفهموا، وإذا كان عندكم فيه إشكال تسألوا. إذا أنا اليوم عندي معاملة وهي طبعا حق لي في إحدى الدوائر الحكومية، ولكن تأخرت هذه المعاملة، تأخرت هذه المعاملة وأنا مستعجل، فأعطيت جزءا من المال لموظف من أجل تسريع معاملتي وهي حق لي وليس فيها ظلم لأحد، فهذا على التعريف الذي ذكرنا ليس داخلا في الرشوة وليس حراما علي، ولكنه حرام عليه هو لأنه أخذ عوض الجاه، فهو لأن له جاه في المؤسسة يأخذ مني عوض تسريع هذه المعاملة. طبعا هذا محله إذا لم يكن تسريع المعاملة يؤدي إلى تجاوز حقوق الآخرين، إذا كانت مثلا الملفات مثلا الناس كلها مستعجلين عليها وأنا مثلا أدفع مالا على أن يقدم ملفي فيصبح قبل غيري، لا هذه تصبح رشوة. لكن إذا لم يكن كذلك ولم يكن فيه ظلم لأحد فبالنسبة إلي هو جائز وحرام على الآخذ فقط. لماذا؟ لأنه أخذ عوض شفاعته، لأنه أخذ عوض شفاعته، وقد تقدم الحديث في ذلك. فهذه المسألة يظن كثير من الناس أنها من الرشوة وليست من الرشوة. إذا تمر في سيارتك واعتقلوك الشرطة مثلا أو أخروك مثلا ظلما وعدوانا، فرشيت واحد منهم من أجل أن يطرقوك لأنه في إشكالية مثلا راح يضيع عندك عمل أو شيء من هذا القبيل، فأعطيتهم مبلغ، فهذا لا يحرم عليك لأنك أنت لا تتوصل به إلى باطل، أنت تتوصل به إلى حقك ولا تتوصل به إلى باطل، لكن هو يحرم عليه الأخذ لأنه يأخذ عوض شفاعتي. فهذه مسألة دقيقة ومهم جدا أن يفهمها الطلبة. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، طبعا عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على القلائص
الصدقة. قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. رواه الحاكم والبيهقي ورجاله. إذن هذا الحديث يذكر فيه عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على القلائص، على قلائص الصدقة. قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. إذن الحديث يقول الأول جواز ذلك وهو قول الشافعي. نعم. إذن هذا قد ذكر المصنف له لأن الحديث يدل على أن لا ربا في الحيوانات، وإلا فبابه القرض. وفي الحديث دليل على جواز اقتراض الحيوان. بسم الله. وفيه أقوال ثلاثة جواز ذلك وهو قول الشافعي ومالك وجماهير العلماء من السلف والخلف عملا بحديث بهذا الحديث، وبأن الأصل جواز ذلك إلا جارية لمن يملك وطأها فإنه لا يجوز، ويجوز لمن لا يملك وطأها كمحارمها والمرأة. الثاني أنه يجوز مطلقا للجارية وغيرها وهو لابن جرير وداود. الثالث للهادوية والحنفية أنه لا يجوز قرض شيء من الحيوانات، وهذا الحديث يرد قولهم وتقدم دعواهم النسخ وعدم صحته. واعلم أنه قد وقع في الشرح أن حديث ابن عمرو في قرض الحيوان كما ذكرنا وراجعناه فيه. المهم أن هذا الحديث أورده هنا ليبين صحة ما ذكرت لكم سابقا، أن الحيوان ينظر فيه من أجل أن نجمع بين الأحاديث، الأحاديث التي تنهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة كما مثل الحديث الأول ذكرنا، ومثل هذا الحديث، ومثل الحديث الذي ذكرت لكم سابقا في الشرح، نجمع بينها بأن الحيوان إذا كانت منفعته، إذا كانت المنفعة متحدة فلا يجوز بيعه نسيئة، وعلى هذا يحمل الحديث السابق الذي بدأنا به. وأما إذا كانت المنفعة مختلفة فيجوز البيع كما هو الحال بالنسبة إلى هذا الحديث، وما هو الحال بالنسبة للحديث الذي ذكرته سابقا. فقوله هنا: كنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. البعير تطلق على أي دابة من الإبل، تطلق على الناقة وعلى الجمل وعلى الكبير وعلى الصغير وعلى الذكر والأنثى وعلى الخصي والفحل وغير ذلك، وعلى الركوب وعلى الحلوب وغير ذلك، فهذه كلها يطلق عليها بعير مثل الإنسان بالنسبة للبشر. فلا يعني لفظ هذا الحديث أنها غير مختلفة المنافع، فهذه مسألة مهمة.